السلام عليكم. قرارات تعيين محافظين لكل من حضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى بالإضافة إلى تعيينات عسكرية عليا، خطوة اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي ضمنا قضت بإعفاء المحافظين السابقين من مناصبهم، وهم أيضا أعضاء فيما يعرف باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. رئيس هادي بهذه القرارات وبحسب كثيرين أزل الستار عن الازدواجية في ممارسة السلطات بينما يسمى المجلس الانتقالي والعمل ضمن السلطة الشرعية، ناهيكم عن الارتهان لسلطة خارج الشرعية وعدم الامتثال للتراتبية في مؤسساتها. مراقبون يرون أن هذه الخطوة جاءت في سياق تفاهمات في اللجنة الثلاثية العليا التي يرأسها اليمن بعضوية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، غير أن اتجاهات أخرى تذهب إلى أن القرارات شملت إقليم حضرموت بمعزل عن إقليم عدن، وأن هادي أراد بعث رسالة مفادها أن الجماهير في إقليم حضرموت أقل حدة وتعصب من تلك الأخرى. أراء ومواقف في الشارع الجنوبي تباينت حول القرارات ما بين استعادة الدولة وعودة الأمور إلى نصاب الشرعية، وما بين آراء ترى أن هذه الممارسات تقفز على حقوق الشارع الجنوبي. المساء اليمني، وفي محاولة لاستجلاء الصورة حول أبعاد وتداعيات هذه التغييرات، يخصص هذه الحلقة التي ينضم لي فيها أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. أهلا، مساء الخير. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. تغييرات جديدة هذه المرة اتجهت صوب السواحل الشرقية هناك حيث حضرموت وسقطرى وشبوة، بالإضافة إلى تعيينات في القيادة العسكرية. التغييرات التي تضمنتها قرارات الرئيس هادي حملت طابعا سياسيا لا تخلو أبعاده من التحركات التي شهدتها الساحة الجنوبية مؤخرا. إعفاء أعضاء بالمجلس الانتقالي من مناصبهم ليصبح عدد المحافظين المقالين 3 ورابعهم عيدروس، فيما استثني محافظ لحج عضو المجلس الانتقالي في الجنوب ناصر الخبجي لأسباب لم يكشف عنها. قرارات الرئيس هادي شملت تعيين كل من اللواء فرج سالمين البحسني محافظا لحضرموت مع احتفاظه بمنصبه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، وهو أمر حمل ردود فعل متباينة حول دمج السلطة المدنية بالعسكرية. كما تم تعيين علي بن راشد الحارثي محافظا لمحافظة شبوة، وأحمد عبد الله علي السقطري محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرة. بالإضافة إلى تعيينات عسكرية، تضمن تعيين اللواء الركن صالح الزنداني نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، واللواء الركن ناصر عبد الله ناصر رويس رئيسا لهيئة العمليات في القوات المسلحة. قرارات في ظاهرها إعادة تشكيل القوى الموالية للشرعية، وفي باطنها تحمل سمة العمل في المرحلة المقبلة والعمل مع شخصيات تحمل توافق جميع الأطراف المحلية والإقليمية، بعيدا عن الاستقواء بالقوى الخارجية والقفز على سياج الدولة إلى خارجها. يرى المراقبون أن هذه التغييرات من شأنها إعادة ترتيب الأوراق ووضع الأمور على نصابها، وإخضاع السلطة المحلية وقيادة هرمها لسلطة الحكومة الشرعية، وإيصال رسالة مفادها أن صاحب قرار التعيين هو محتكر قرار الإقالة والبقاء في المناصب التي هي جزء من الشرعية وليس فوقها. ويبقى الأهم من كل ذلك هو الإجابة على التساؤلات المفضية لتواجد حقيقي وبناء على الأرض للحكومة الشرعية وقدرتها على الخروج من عنق الزجاجة ومغادرة مربع البطالة والأداء السلبي. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، دعنا نبدأ بقراءة إجمالية لهذه القرارات في مناصب مدنية وأيضا في مناصب عسكرية، كيف وجدتها؟ طبعا احنا كنا تابعنا في قرار إقالة المحافظ عدن، جاء في فترة سابقة بعد إعلان المجلس الانتقالي، وكانت الرسالة واضحة داخلية وخارجية. داخلية بمعنى أنه الرئيس الشرعي هو الذي يصدر التعيين وهو من يمتلك حق الإقالة، ورسالة للخارج لكل من أولئك المرتبطين بالخارج بأنهم من مصلحتهم البقاء تحت السلطة الشرعية. ونحن اليوم الرئيس الجمهورية يقيل كثير من
المحافظين أعضاء المجلس الانتقالي، وكان طبعا كانت بما يسمى يعني كان حدث مؤثر عندما تم إعلان المجلس الانتقالي وفيه عدد كبير من المعينين من قبل رئيس الجمهورية. كانت ضربة قوية لرئيس الجمهورية أو طعنات لرئيس الجمهورية في الخلف وللسلطة الشرعية ولكل الوطنية اليمنيين. يعني كانت هذه الخطوات منتظرة؟ كانت منتظرة، ولكن يبدو لي أنه يعني توقيت الإقالة كان ذكيا، لابد من التهيئة. وأيضا الآن الرسالة الثانية سلمت لكل أولئك الذين يمكن لهم أن يراهنوا على الخارج اليمني أو أنهم يتخذون مواقف خارج الشرعية. نحن أمام هذه التعيينات، ما زال الرئيس تحت إعلان، يعني ما زال هو عمل يسمى العمل الحد أو قرار الحد الأدنى، بمعنى أنني ما زلت رئيس السلطة الشرعية وأنا من يمتلك القرار، هذا القرارات بالنسبة لي. يعني هناك طبعا كثير من يتحدث عن أن الرئيس يعني اتخذ قرارا حكيما وكان، لكن نحن عندما نناقش الموضوع ونقاربه بجدية في مستوى التحديات، هو قرارات ما زالت في الحد الأدنى. نحن ليس بحاجة إلى قرارات متقطعة أو تكون ردود أفعال أو تكتيكية، نحن بحاجة إلى استراتيجية كاملة، بمعنى لا وقت لدينا بأن نتلقى مزيد من الضربات بتعيين شخصيات يمكن لها في المستقبل أن تعلن ولاء الخارج. بالتالي نحن مع كنا منذ وقت مبكر ننادي، وأتذكر من نفس الاستوديو، نحن بحاجة إلى طاقم لرئيس الجمهورية، طاقم متكامل يحمل رؤية الأقاليم، يحمل مخرجات الحوار الوطني، لديه قدر من العقلانية وتنفيذ الرؤية. حتى الآن أعتقد الدفعة الثانية من القرار تأكيد لكل الشخصيات بأن الذي يمتلك حق القرار وحق الإقالة رئيس الجمهورية، هذا مهم في الغاية. لكن هل سيكتفي رئيس الجمهورية بأن يستمر بكل من يخرج عن المسار المتفق عليه أو المرجعيات التي اتفقنا عليها يتم إقالته لاحقا؟ نحن الوقت لا يسعفنا لذلك، والتحديات كبيرة الإقليمية والدولية والمتغيرات كبيرة، وكلما مر وقت كلما وجدنا سلطة أمر واقع، وكلما الشخصيات الذين يتحركون بالريموت كنترول خارج وطنيا، يعني خارج وطني فوق وطني، أيضا يجدون وقت لزعزعة السلطة ولإيجاد مساحات لإقلاق السلطة الشرعية. ونحن نركز هنا وأكررها وأقولها حتى الآن، ونحمل مسؤولية دول التحالف العربي بكل وضوح ودون خوف ودون قلق، هذه بلدنا ونحن ندفع الثمن منذ سنوات في الخارج، وهناك شعب يمني يموت بالكوليرا، وهناك تضحيات كبيرة قدمها الشعب اليمني، إضعاف السلطة الشرعية لا يحقق الأهداف. وحتى الآن نحن نشاهد ونلاحظ أن هناك إضعاف للسلطة الشرعية، وبالتالي إضعاف السلطة الشرعية يقطع تماما مع ما تم إعلانه من قبل المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة التي تحمل كثير من الأسئلة الشائكة. يعني في سياق أن هناك لجنة تم تشكيلها بعد اتخاذ القرارات السابقة بإقالة محافظ عدن، ومن ثم تشكل المجلس الجنوبي أو ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هناك لجنة تشكلت بعضوية برئاسة اليمن وعضوية المملكة والإمارات. الآن هل خرجت هذه القرارات بعد التشاور لنقل؟ أو كانت هذه القرارات موجودة وتم إطلاع دول التحالف عليها ومن ثم تمت حتى تكون هناك أكثر عملية سلاسة أو تكون القرارات أكثر سلاسة فيها؟ ولهذا أنا كنت طرحي كان شوية غير متفائل إلى حد ما، وأتحدث عن رؤية استراتيجية، لأن كما تعلم جاءت هذه القرارات بعد عملية نقل قطاعات عسكرية من عدن، ونقل القطاعات العسكرية من عدن جاء بموافقة المملكة العربية السعودية والإمارات تحت ضغط الإمارات. وطبعا عندما يتم إخراج قطاعات عسكرية إلى خارج من التابعة للشرعية، وتحديدا هناك قيادات عسكرية لا ترتاح لها الإمارات العربية المتحدة، فتم إخراج تلك القطاعات لصالح الحزام الأمني ولصالح القيادات الموالية للإمارات العربية المتحدة. هذا جعل الرئيس يخرج قطاعات ومن ثم يتخذ قرار آخر، بمعنى لا يترك المجال مفتوحا. وهناك استفزاز آخر هو وصول شخصية لا تحمل أي صفة رسمية إلى حضرموت، وهو
هذا كان استفزاز كبير، وأنا شخصيا استفزيت إلى أعلى درجات الاستفزاز، وشعرت بإهانة وطنية عندما يصل شخصية لا تحمل أي صفة رسمية ممثلة بحاح إلى مطار حضرموت ويستقبل هذا الاستقبال. هذه رسائل تضعف السلطة الشرعية، ورسائل ذات معنى سلبي ودلالات سلبية علينا جميعا، ليس فقط على رئيس السلطة ولا على دول التحالف. يعني هو يجر إشارة إلى أن بالنسبة لموضوع نقل القطاعات العسكرية، كان لقناة بلقيس صرح قائد المنطقة العسكرية بأن الأمور لم تتم بعد بشكل واضح، وأن هذه التوجيهات لم تصدر رسميا من قبله. على الأقل هناك نوع من اللغط حتى بداخل المنطقة العسكرية نفسها. أنا عندي معلومات دقيقة تقول أن القرار صدر وأن هناك موافقة، وهذا ربما الامتصاص، ولكن رئيس الجمهورية أيضا بالنقل أيضا لم يستسلم. الرئيس أيضا أنا أقولها رغم اختلافي معه، هو أيضا نقلها إلى مدينة تعز. يقلق كثير من بلدان بعض إحدى دول التحالف، تقلق كثيرا من نقل القطاعات العسكرية إلى مدينة تعز، وأنا أقولها الرئيس الجمهورية الذي يريد تطبيق المرجعية الثلاث، ورقة واحدة تحقق له ذلك، مدينة تعز. طيب سنعود إلى هذه النقطة دكتور، لكن دعنا يعني ندخل معنا في الحوار الأستاذ عوض كشميم، الكاتب والصحفي من حضرموت. أهلا بك أستاذ عوض. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ عوض، إذا أنت كتبت في منشور لك على أن حضرموت تنتقل الآن من بنبريك إلى البحسني، هل هذا نوع من التفاؤل في مستقبل حضرموت تحديدا والجنوب بشكل عام، أم هو نوع من يعني استشراف ما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة؟ عموما مسألة تعيين اللواء فرج سامي البحسني محافظ لمحافظة حضرموت وقائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أتى بقرار جمهوري أسوة بتغيير 32 محافظي شبوة وسقطرة. طبعا القرار لم يكن قرار فردي، وإنما كان قرار جماعي في إطار عملية تنطلق من صلاحيات دستورية وقانونية لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. مفهوم. ومسألة التغيير هذه ربما أنه لصالح عمل يرتبط بربط مؤسسات الدولة وأنظمتها، المحافظات بالأقاليم بالرئاسة الجمهورية والحكومة، لتجنب أي هوات أو أي صدامات فيما يتعلق بشؤون إدارية أو يتعلق بشؤون إيرادات أو مواقف، لأن الفترة السابقة اللي كان فيها محافظ حضرموت محترمي له أحمد بن بريك اللي هو أحمد سعيد بن بريك، طبعا هو عمل معين، ولكن أن يصل بالمحافظ إلى تصادم مع مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة، وأن يرفض قرارات الرئيس ويرفض قرارات الحكومة ويربطها بمسألة التعميم أو عدم الاعتراف بها، يعني عمل أعتقد أنه مش مسؤول، عمل هذا غير مسؤول ولا ينبغي أن يصدر من رجل يمثل الدولة في محافظة. هذه المآخذ طبعا، وتطورت العملية فيما بعد، وصلت إلى صدامات ولا أشياء يعني حضرموت في غنى عنها، الناس في حاجة إلى تنمية، إلى استقرار، إلى خدمات، إلى توافق في الإدارة، حتى نصل إلى الوضع الذي ممكن نتفق عليه في إطار الأقاليم أو أي شكل جديد للدولة اليمنية الجديدة. طيب يعني نحن نريد التوضيح أو فهم أكثر، كيف كان الوضع في سياق المحافظ السابق؟ هل الآن كانت هناك محاولة زج بحضرموت في خلافات، في نوع من الخلافات السياسية مع الشرعية بالاستناد إلى دول أو إلى إحدى دول التحالف على الأقل؟ عموما المجتمع الحضرمي مجتمع متجانس، مجتمع عنده القدرة على التعاطي مع الوضع الجديد، ولكن هناك الإشكالية ربما أنتم لا تجهلوها، هناك إشكالية من مفروض الحكومة تهتم بها وحتى من سابق كانوا يجهلون، هي مسألة حقوق حضرموت. يشعرون الناس أو المزاج الشعبي أنه محافظتهم منتجة للنفط الخام البترول وتمجد الدولة ب 70% من الإيرادات، وبالتالي ما يحصلون على حقوقهم على الأقل 20%، ثمانية تكون الدولة في وضوح كامل أنه حصتكم يا أبناء حضرموت أو أبناء مارب أو أبناء جبوة من النفط الخام واحد من هذا المتفق عليه، وتفاوضوا الناس يحلوا المشكلة. هذه القضية هي استغلها البعض ويحاول أن يزج أو يعب للرأي العام الشعبي للمواجهة مع الحكومة. طيب دعنا الآن قضايا مفروض تحل، يعني قضايا بسيطة مفروض تحل في إطار اتفاق وتشرف على دول التحالف ويمضي العمل به. مفهوم. طيب دعنا الآن ندخل إلى خصوصية حضرموت أكثر، ويعني لا نتحدث عن ما مضى، نتحدث الآن عن البحسني، هو قائد المنطقة، وكذلك الآن
محافظ حضرموت، أنت وصفته بالقائد النظيف، كيف ترى مستقبل حضرموت مع المحافظ الجديد؟ عموما اللواء فرج رجل دولة من طراز رفيع، رجل محترم، رجل هادي، رجل نظيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا توجد على ملف فساد ولا صفقات ولا أي أشياء مشبوهة على الإطلاق، رجل معه. وبالتالي رغم أنه عسكري ولكنه عنده صفات قيادية، والرجل ما يعني لا يؤمن بالانفراد بالقرار وليس مزاجي، يؤمن بالمؤسسات ويؤمن بالتشاور ويشتغل في إطار رسد. وبالتالي شوف حتى الوسط الشعبي حضرموت لو لاحظتم أو تابعتم فيها انطباع جيد جدا عن اللواء فرج، وناس تحبه وسيقفون معه وسيحترمونه وسيساعدون على نجاحه. ولا هو لن يخيب أمل، لن يحول حضرموت في مواجهة مع الشرعية ولا مع الحكومة. رجليه القدرة على التفاهم مع الناس، على حل المشكلات، رجل كاريزمي يعني. ولكن ربنا يوفقه في إدارة منصبين عسكري ومدنيين تحتاج إلى مضاعفة ضعف الجهد، وهو رجل خرج من مرض، ولكن ربنا يعني نحن سنكون معه، وكل الشرفاء وكل الوطنيين وكل المخلصين سيقفون في خندق واحد لمساعدة هذا الرجل المحترم في سبيل الاستقرار والتنمية والعدالة وتحقيق طموحات شعبنا اليمني. طيب يعني هل أفهم من كلامك الآن أستاذ عوض أن حضرموت الآن تحتاج إلى نوع كبير أو مستوى كبير من التنسيق بين السلطة المحلية ورؤية السلطة الشرعية متمثلة بالرئاسة والحكومة حول اليمن وحول الدولة الاتحادية والمستقبل بشكل عام؟ بدرجة رئيسية إدارة الشأن العام يجب أن تتوافق عليه قوى وطنية في الساحة موجودة، قوى مؤيدة للشرعية، ولا ينبغي إقصاء أي طرف أخرى. هذا الموقف سيحقق إجماع شعبي وطني لتحقيق الغايات. هناك فعلا في نوع من الفجوة بين الحكومة، ربما أنا أقول الحافظ السابق يعني ربما ساعد على تاجيجها أو تعميقها، لكن الآن ربما الناس تتقارب، الوزراء يجلسوا مع المحافظين مع الممثلين مكاتب الوزارات، الحكومة إيجاد حسابات عبر البنك المركزي، حصول الناس على حقوقها على وظائف، هذه ستساعد على خلق نوع من الاستقرار. يبقى الملف الامني لحد كبير انه قياده المنطقه العسكريه استطاعت السيطره وتحقيق قدر كبير من الاستقرار الامني في ساحل حضرموت. بقى وادي حضرموت في شويه اشكالات امنيه، ولكن عندما يحصل هناك نوع من التقارب بين القطاع الشعبي ومؤسسات الامن والجيش سنتلافى هذه القضيه خطوه خطوه حتى نحقق اكثر استقرار للناس وللتنميه بشكل عام. أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ عوض كشميم، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. وأعود إلى الدكتور عبد الباقي. دكتور، هل يمكن قراءة هذه القرارات في سياق فردي لكل قرار على حدة بعيدا عن المجمل؟ لا، هي قرارات تعد يعني ناتجة عن جملة من المقاربة للواقع وما يسمى صراع إرادات، وأيضا يعني ما يسمى تقدير وجود السلطة الشرعية في مفاصل الدولة في مواقعها وإن كان عبر شخصيات. ولهذا أنا أتحدث بشكل صريح، نحن في مرحلة صعبة، علينا ألا نضع شخصيات دون إصلاح الخلالات البنيوية. هناك فرق بين أن نعين شخصيات موالية للرئيس أو بديلة، ولكن هناك خلل بنيوي وفي هياكل السلطة وفي تموضع الجماعات وتجمعها، هذا خطير. لذلك نحن ربما تجد تلك الجماعات التي تم تعيينها في وقت لاحق تحت ضغط الجماهير تتخذ مواقف مخالفة. لهذا نقول يعني على رئيس الجمهورية أن يتبع هذه القرارات بالتنقية أيضا في مرحلتين، مرحلة ما يسمى وضع الشخصيات في مواضعها وإقالة العديد من أولئك الذين لا يترجموا المشروع السلطة الشرعية والأهداف التي تم التعيين من أجلها سريعا، دفعة الثانية أو الثالثة من الإقالات والتعيينات. هل تشير إلى محافظ لحج مثلا؟ لحج أعتقد أنه سيقال في مرحلة لاحقة من الواضح. طيب لماذا لم يقال الآن مثلا؟ رئيس الجمهورية أعتقد لديه يعني تكتيكات لعب الشطرنج، يعني خطوة خطوة، لكن نحن نطالب أيضا لأنه بالأخير شخصية،
والدليل على ذلك هناك ازدواجية يعني لا يشكلون قلقا، لكن أعتقد أن القرارات هذه كانت عاجلة خاصة حق حضرموت، لأن تم فيها استفزاز كبير. كان هناك إعلان لي أولا كان يعني هناك كان خطوات سريعة، وهناك لا توجد حزام أمني في لحق، لكن هناك حزام أمني في عدن، وهناك حزام أمني، وهناك قوة نخبة حضرمية في حضرموت، وهناك زيارة شخصية لا تحمل صفة رسمية إلى المنطقة. هناك كثير من المؤشرات تدل أن هنالك رغبة إلى فك ارتباط حضرموت أو إلى هذا الجانب، وهذا مشروع علينا أن نناقشه. يعني هل هو هذه المشاريع كان ينبغي سرعة، لأن عندما تجد مؤسسة حامية وهناك منطقة فيها نفط، فإنك تستطيع أن تفك الارتباط في منطقة غنية بالنفط وتعلن تسيير ذاتي. بالتالي ومن شخص معين، وأنا سأحدثك هنا في مدينة عدن أيضا، ما زال المحافظ حتى الآن لم يستطع الوصول إلى مبنى المحافظة، لماذا؟ لأن هناك حزم أمني. ولهذا أقول المعالجة تأتي بنيوية، بمعنى على رئيس الجمهورية أن يكون صارما وشرسا في الحديث مع دول التحالف، بمعنى أن يعود إلى قرار استدعاء دول التحالف. دول التحالف جاءت لدعم السلطة الشرعية لاستعابة الجغرافية والمؤسسات، وليس لفرض أجندتها في اليمن. بالتالي عندما يتم تأسيس، بغض النظر أن هناك اتفاق بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بأن الإمارات هي الوكيل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي هناك تنسيق، لماذا لا تكون؟ نحن طلبنا أيضا من هنا وقلنا، كنا نتساءل لماذا لا تكون السلطة، وكان هذا يتضايق منه كثير من النخب، لماذا نطرح السلطة هي الشريك؟ لماذا يكون المخلوع صالح؟ المخلوع صالح دي علاقة مع طرف من أطراف التحالف يقدم معلومة للإمارات التي تقدمها الأمريكان، لماذا لا تكون السلطة الشرعية ومؤسسة هي الطرف المحلي لمكافحة الإرهاب؟ وقلنا أن الحوثيين كانوا يقدمون ذاتهم كوكيل إقليمي لمكافحة الإرهاب ووكيل محلي، لماذا لا تكون السلطة الشرعية؟ بالتالي طالبنا السلطة الشرعية في وقت مبكر أن تكون هي الطرف الرئيسي الذي يقيم علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك عسكريا ولوجستيا مباشرة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، لكن مواجهة إيران والحوثيين ستدعم السلطة الشرعية أو دول التحالف للمواجهة ولا تدخل مباشرة. واضح كان ترامب في قمة الرياض. نحن أمام شخصيات لديها ازدواجية وهم ضعاف، أعتقد ضعاف، وأنا سأقرأ نص لرئيس الجمهورية وأستغرب على هذه القرارات البطيئة والمدرجة. يعني يقول هنا إننا في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية نرى اليوم أن مؤسسة الرئاسة باتت مختطفة وقد وصلت إليها أيدي العابثين. هذا كلام لمن؟ نمشي، هذا هنا البيان حق شبوة. إننا في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبي نعلن رفضنا للقرارات الرئاسية الأخيرة التي قضت بإقالة عضو مجلس ويدعمون المجلس الانتقالي. يعني هم يبحثون عن مجلس انتقالي وبنفس الوقت يستمدون شرعية من الرئيس الشرعي، يعني وكأنه هذه جماعة انتهازية. يعني هناك ضعف هش، جماعة هشة، الذي يبحث عن مجلس انتقالي عليه ألا يطلب الشرعية من رئيس الجمهورية. هؤلاء بلا شرعية وضعيفون وبلا مؤسسات، وعلى رئيس الجمهورية أن يكون صارما مع ذلك. هنا الآن يتحدثون يأخذون مواقف، يا السلطة الشرعية تعينهم بمناصبهم أو هم مع المجلس الانتقالي. أقول لهؤلاء بوضوح، نحن لسنا مع فك ارتباط المناطق الجنوبية إذا كانت تحقق الصالح العام لأبناء الشمال والجنوب بالتوقيت الذي يحقق مصالح الجميع، ليس يحقق مصالحكم. اثنين، انظروا إلى أفغانستان كم عقد وإلى الصومال كم عقد. أنتم الآن بهذا لن تحققوا فك الارتباط، لأن هناك فكرة الوحدة ستعيد موضعة الجماعات، وهي الآن تجدد المخلوع صالح وسيستعيد قطاع كبير من جماهيره اللي كانت افتضت حوله، سيعودون الى ما زال المخلوع صالح لديه هامش هم يدعمونه الان ليلعب دورا، وسيقوم بدور الوطني وسيحاول، ويحلمون انهم سيستطيعون السيطره وحق فك الارتباط. نقول ان هناك سلطه واقعيه في لدى الحوثيين تحكم الان، والمخلوع صالح الان انتم تجددون له الشرعيه وتعودون له الحضور من جديد، ولن تحققوا فكرته. الأداة الوحيدة لاستعادة الجغرافية والمؤسسات هو السلطة الشرعية التي تنتقدونها كل يوم، وبالتالي إذا كان لكم مطالب بفك الارتباط
أو تختلف، هذا لا يتم بالسلوكية الانتهازية، تأتي بتعزيز الشرعية، يأتي أولا بأن يكون الطرف الرئيسي هو الشرعية، وبعدين نلتقي في لحظة لاحقة. هناك من يتخوف يقول لابد أن نستغل هذا الضعف للسلطة الشرعية وننتهز، إذا انتهزت هذا ستذهب إلى الصومال. طيب. الصومال ليس الحالي، الصومال القديم. نعم. القديم. طيب سنكمل الحوار دكتور، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي هنا علم الاجتماع السياسي أو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، يعني إذا ما تطرقنا بشكل مختصر إلى من تم تعيينهم الآن، خصوصا في حضرموت قائد عسكري في منصب مدني وهو على رأس يعني وظيفته العسكرية أو مهمته العسكرية، هل هذا مساهم فيما تفضلت به من نوع من المعالجات البنيوية في السلطة في اليمن؟ أعتقد اتخاذ القرار كان لتلافي ما حدث في عدن، لأن هناك قوة نخبة حضرمية، وبالتالي إذا كان لم يحتفظ بقطاعه العسكري أو كان شخص خارج القطاع العسكري فإنه لن يستطيع الوصول إلى مكتب المحافظ، وبالتالي عندما تم الربط بين بقائه قائد عسكري ومحافظ، وبالتالي سيكون هو اللاعب الرئيس ولن تمارس عليه القوى الحضرمية هيمنة أو سيطرة، وسيستطيع أن يدخل مكتبه بقوة القانون وسلطة الشرعية أو بقوة السلاح. أعتقد أنه قرار صائب أن يحافظ على قيادة الجيش لفترة محددة، طبعا نحن لا نريد الجمع بين قد سأطرح هذه النقطة، يعني في حال ضمنت سلامة التعيين وقد لا تضمن سلامة الإقالة فيما لا بعد. أنا أعتقد أنا هذا واضح، أنا أعتقد أنه لفترة محددة، ومن ثم أعتقد أنه الجمع لمصلحة لتفكير عقلاني، لأن في حال تعيين شخصية مدنية أعتقد أن هناك أصبحت الآن هناك مؤسسة حامية لبن بريك، وأصبح بن بريك له شبكة من العلاقات تم تعيينهم، وبالتالي سيكون المحافظ مداوما كما مداوم محافظ عدن، ومن هنا أعتقد أن القرار كان موفقا، خاصة في مدينة هامة كحضرموت. قائد عسكري، أعتقد قائد عسكري يستطيع يتعامل مع أي قوة لا تخضع للشرعية، ويستطيع دخول المحافظة بـ 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 بكل الصور القانونية وبقوة الشرعية وبقوة القرار وبقوة السلاح لتنفيذ الشرعية، ما يسمى احتكار العنف الشرعي. أنا أعتقد قرار صائب، وأعتقد أن أنا أقول يعني الآن كما قلت نحن أمام تعيينات لشخصيات يتوجب، أكررها يعني معلش، يتوجب أن تتم الدفعة الثالثة والرابعة من الإقالات والتعيينات للاستعداد لمرحلة لاحقة، لأننا أمام خطرين اثنين. الخطر الأول هو أو نقول ثلاثة مخاطر، هناك تدهور انتشار بيئي لانتشار الكوليرا وهو عمل منهجي وتحدثنا عن هذا، وبالتالي نخشى أن يتم الضغط دوليا للذهاب نحو مشاورات تحت وقع هذا التدهور المعيشي الذي الحوثيين يستمتعون الآن والمخلوع صالح بهذا التدهور ويدعمونه، لأنه يعتبر هذا الوباء في اليمن سفينة النجاة للإنقلابيين، طبعا ليس هم بالضعف لأن نحن من قويناهم، ولكن عندما يتم الآن الذهاب إلى مشاورات تحت ضغط دولي أن هناك كارثة إنسانية ونسل الإصلاح الدولي، معنى أن الحوثيين ما زالوا في كامل قوتهم، ما زال المخلوع صالح لديه قطاعات. أضعف طرف، أقولها مكررا، أضعف طرف في المعادلة الرئيس عبد الرب منصور هادي والسلطة الشرعية، وإذا ما استمر ما أقلش الدفعة الثالثة، وعلى الأقل مبدئيا بدأ في وضع شخصيات لا نقول موالية له، موالية لما تم للمشروع لما تم الاتفاق عليه، شخصيات ذات بعد عقلاني، ليس عقليات عاطفية تدعو. نحن لسنا ضد الحراك ولسنا ضد المظلمة، نحن مع التفكير العقلاني من حيث التوقيت، من حيث كيفية ندير المعارك، من حيث تحقيق الصالح العام. هؤلاء لا يدركون شيء، هؤلاء يعني يدعمون الإمارات الانتقالي ويحتجون على الإقالة. طيب أنت لا تعترف بالسلطة الشرعية، إذا لماذا تحتج على الإقالة طالما ذلك؟ إثنين، هؤلاء يريد منك أن تعينه ويريد أن يعارضك، هؤلاء لا يمتلكون رصيد
جدا سياسيا ولا يمتلكون رؤيه سياسيه او لا انتهازيه. طيب يعني الان نفهم ان هذه التعيينات اذا ما اجبنا على سؤال الحلقه هذه التعيينات تسهم في تعزيز الشرعيه، ما المطلوب الان لتعزيزها اكثر؟ يعني المطلوب الان ان الان كما قلت لك في خطوره شديده للغايه، في عندنا عنصر قبل ما انسى، في عندنا اولا عنصر الضغط الدولي القادم تحت ايقاف المعارك في هذا التوقيت خطير، وبالتالي سيكون عبد الرب منصور هادي ليفتقر يعني يفقد جزء من الجغرافيا العسكريه الحوثيين الانقلابيين، وعدن خارج السيطره وغير مدينه طارده للسلطه الشرعيه والرئيس ضعيف فيها. نعم. وبالتالي عندما اذهب الى مشاورات وانا ضعيف اكون اضعف طرف، بالتالي حتى لو عاد عبد الرب منصور هادي لصنعاء سيتم تصفيته خلال اسبوع او ربما في المطار، لانه كان اقوى من ذلك ولم يستطيع المكوث إلا في منزله. وبالتالي الإسراع في الإقالات القادمة وتعزيز موقعه، وقبل كل ذلك هناك عنصرين اثنين رئيسيين أقولها بوضوح، مدينة تعز هي الرقم الذي سيعيد قلب كل الأوراق للأطراف الإقليمية وللداخل المحلي. مدينة تعز بقاءها بهذا الشكل هو الذي أضعف السلطة الشرعية، هو الذي جعل هذا الحراك يتحرك، لكن مدينة تعز استعادتها ستلعب دور كبير جدا في قلب المعادلة. اثنين، على الرئيس عبد الرب منصور هادي الآن أن يوقف بشجاعة وبوضوح وبصرامة وشفافية مع دول التحالف دون خوف، وإن شاءوا عليه أن يكون واضحا في لحظة تاريخية، إذا أردتم أن أعلن استقالتي أو أترككم كونوا واضحين، أما أن نستمر بهذا الغموض وهذا الخجل أن هناك عدم التوافق، هل السعودية موافقة والإمارات لا، هل نحرق قدموا لنا وبالتالي علينا أن نخجل، هذا شعب 25 مليون نموت نحن ونتشرد. بالتالي بقاء على القوة النخبة والحزام الأمني وكل المؤسسات عليها أن تخضع للسلطة الشرعية، وعلى الرئيس أن يمارس مهامه، وليعلموا أن ما يحدث الآن من ضعف للسلطة الشرعية لا يحقق الأهداف بل يخيفنا كثير، ويقول نحن في إطار ثورات مضادة وفي إطار صوملة اليمن. طيب دعنا نشك معنا في الحوار دكتور الصحفي عبد الرحمن بن عطية من حضرموت، أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن يبدو أننا فقدنا التواصل مع السيد عبد الرحمن بن عطية، كنا نحب أن أو نريد أن نفهم أكثر كيف تلقى الشارع في الجنوب وفي حضرموت تحديدا هذه التغييرات بحكم متابعته. لكن أعود إلى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، إذا هناك دفع ربما، وهناك أيضا من يلاحظ أن في الفترة الأخيرة هناك نوع من الوجود أكثر وحضور أكثر بالنسبة للسلطة الشرعية في المناطق المحررة، هل تتفق مع ذلك؟ لا أتفق معك بهذا، لأن أعتقد قبل عامين التقينا هنا وتحدثنا، قلنا لا نريد عندما عادت الحكومة، وقلنا لا نريد عودة شخصيات، نريد عودة برامج، تذكر؟ وقلنا أيضا ينبغي أن تكون عدن نموذج، وينبغي أن تكون الجغرافية المستعادة نموذج، بمعنى الآن أبناء حضرموت كيف سيستقبلون ذلك؟ سيستقبلون ذلك إذا ما تغيرت حياتهم اليومية، إذا ما شعروا في الأمان، إذا أعدنا الخدمات، إذا أوجدنا للمواطن سلطة شرعية قادرة على إدارة حياتهم، لن يحتاج المواطن يحتاج ماذا؟ تعبوا من الفساد، تعبوا من الإنفلات الأمني، عليهم أن يعودون للنموذج، وعلى الرئيس أن يسرع. هناك عنصر آخر يداهمه، احتمال يكون ضغط دولي للذهاب نحو مشاورات. طيب دعنا نفهم أكثر طبيعة ما يريده الشارع الجنوبي وفي حضرموت في هذا اليوم. إذا يعود لنا الصحفي عبد الرحمن بن عطية، أهلا بك مجددا أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبد الرحمن. إذا كيف يعني من خلال متابعتك كيف كان تلقي الشارع في الجنوب في حضرموت تحديدا لقرارات التعيين الحديثة؟ في الحقيقة يعني هناك تباينات كثيرة في ردود الشارع الحضرمي بخصوص هذه القرارات، وهذا شيء طبيعي، أعتقد أن تحدث هناك تباينات في مثل هكذا مواقف، لكن نحن نقصد بعض المواقف التي يكتبها بعض النشطاء وأيضا كثير من المواطنين في المحافظة،
هناك بين مؤيد ومعارض، خاصة وأن الشخصيتين اللواء ركن أحمد سعيد من بريق المحافظ السابق واللواء ركن أيضا فايز سعيد من البحسين المحافظ الذي تم تعيينه يتمتعان بشعبية واسعة داخل المحافظة، كون الشخصيتين يعني قادت عملية تحرير مكلا من عصر تنظيم قاعدة، والجميع يعني بذل الجهد في هذا الجانب. هناك كثير يعني رسائل شكر أيضا للواء ركن أحمد سعيد من بريق نظير الجهود التي قدمها خلال الفترة الماضية، وهي يعني لا يخفى على أحد أنها كانت مرحلة صعبة جدا كون المحافظة يعني خرجت من تحرير من عملية تحرير، وبذلت الكثير من الجهود في هذا الجانب، الجانب الخدماتي في الجانب الأمني أيضا، وكان ذلك أيضا بالتوازي مع جهود قدمها المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء ركن فايز سعيد البحسني، وهي تأسيس جيش النخبة الحضرمية الذي كان يعني بمثابة يعني إنجاز يعني كبير بالنسبة لمحافظة حضرموت التي غيبت وهمشت فترات طويلة في هذا الجانب. طيب هذا يدفعنا للتساؤل التالي، ما الذي يمكن أن أو كيف ستنعكس هذه القرارات على حضرموت بشكل خاص، وأيضا على فكرة ومشروع السلطة الحالية السلطة الشرعية المتمثل بمشروع الدولة الاتحادية بشكل عام؟ بالطبع هذه القرارات في النهاية تصب لصالح المجتمع بغض النظر إذا كانت يعني هناك تباينات في هذا الموقف. اللواء ركن فايز سعيد البحسني الذي عين كمحافظا وأيضا مع بقائه قائد المنطقة العسكرية الثانية رغم أن الحلم كبير، لكن اللواء ركن يعني يتمتع أيضا بخبرات كافية، ونأمل يعني كثيرا أن تكون قيادة اللواء ركن البحسني خير للمحافظة كما عهدناه في فترات سابقة منذ التحرير، ولا شك يعني أن هذه القرارات نتمنى أن تكون يعني لصالح أمن واستقرار المحافظة وجميع المحافظات الأخرى أيضا. طيب يعني الآن عندما نقيم الفترة السابقة بشكل عام لإداء السلطة المحلية، ما الذي يجب الآن للسلطة المحلية الجديدة القيام فيه لتجاوز التعثرات السابقة إن كانت موجودة، وكذلك يعني خاصة في مجال الخدمات والتنمية في حضرموت؟ لا يخفى عليك أخي أن حضرموت منذ عملية التحرير يعني بفضل القيادة السابقة للمحافظة كانت اتخذت عديد من الإجراءات في هذا الجانب، أيضا فيما يخص الخدمات كان هناك جهد كبير وواضح وملموس يلمسه الشارع، يلمسه المواطن، يلمسه جميع الناس في جانب الخدمات. يعني مرور عام كامل منذ التحرير نتج عنه كثير من صلاحات في عملية الخدمات، منها تحسن منظومة الكهرباء التي كانت يعني شبه متهالكة منذ سنوات طويلة عانتها منذ النظام السابق، ونتيجة للأوضاع التي مرت بها المحافظة إلا أن القيادة في مؤسسة الكهرباء أيضا ومتمثلة أيضا بإشراف من السلطة المحلية السابقة استطاعت أن تنجز كثير من هذا الجانب، وأيضا أدخلت العديد من الشركات العاملة في مجال الكهرباء، والجميع في حضرموت يعني يشعر بهذا التحسن في جانب الخدمات، أيضا عديد من المشاريع الأخرى خاصة قبل 4 أشهر تقريبا عند احتفالنا بعيد التحرير في 24 أبريل دشن المحافظ السابق أحمد سعيد بن بريق العديد من المشاريع الاستثمارية وافتتاح العديد من أيضا المستشفيات والخدمات، وأيضا حتى يوصل إلى يعني مرحلة المتنزهات العامة وغيرها، وأيضا القرار الذي لقي أيضا ارتياحا كبيرا وهو إنشاء كلية الشرطة العسكرية الذي أيضا كان بمثابة إنجاز كبير للمحافظة، حيث تم وضع حجر الأساس فيه والبدء بتطبيق بعض الدراسات في هذا الجانب، وأيضا لا تحضر الكثير من الأسماء لهذه الخدمات، لكن هناك ارتياح شعبي كبير في هذا الجانب بالنسبة للخدمات، وبالطبع نأمل من القيادة الجديدة المتمثلة باللواء البحسني أن تخطو نفس الخطوات في جانب الخدمات، رغم أن يعني المنظومة الخدمية يعني فيها كثير من الإصلاحات، لكن نأمل أيضا يعني لا تخلو أي جوانب من المؤسسات، هناك أيضا يبقى بعض الجوانب فيها إخفاقات فيها قضايا فساد، ونأمل من السلطة الجديدة أن تسعى جاهدة في عملية تحسين
بعض المؤسسات الخدمية وإصلاح ما يمكن إصلاحه لتستمر على ما هي عليه أو لتتحسن أكثر. أشكرك عبد الرحمن بعطية أو عبد الرحمن بن عطية الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت، شكرا جزيلا لك. أريد منك تعليق أو تعقيب دكتور، خاصة أن يعني كما فهمت من أستاذ عبد الرحمن هناك نوع من يعني المسار الجيد في ملف الخدمات إلى حد ما، لكن هناك حاجة أيضا إلى التوائم مع السلطة الشرعية في القرارات. نحن لا الخدمات، نحن نتحدث عن نحن أمام شخص، ماذا نحتاج؟ الخدمات هذه لم يأتيها من حسابه الشخصي، هذا أعمال سلطة موجودة، لكن الرجل يعني القصد هناك نموذج يمكن البناء عليه أكثر من يعني مدن أخرى أمام ربما شخصيات نكثت بعهودها وبقسمها لليمين أمام رئيس الجمهورية عندما كان ولاءها لخارج السلطة الشرعية ولخارج الوطن بمشاريع فك ارتباط. نحن قلنا نقولها بوضوح، فك الارتباط لك هذا إن كان مطلبا مجتمعيا فذلك نناقشه في وقت لاحق وفي ظرف لاحق يكون فيها من حق الصلاح العام. أما أن يتم الحديث عن نخبة حضرمية وعن مشاريع وشخص يتخذ قرارات خارج السلطة الشرعية، نحن هذا نرفضه، ما حتى لو كان حول حضرموت إلى أندونيسيا. ما نريد بهذه المشاريع التي شخص تعينه ليتخذ قرارا بعيد عن سلطتك. دعني أقول على كلمة هنا خطيرة، يعني التحرير، نحن ليس عملية تحرير حضرموت، تحرير عدن، نحن أمام استعادة مؤسسات وجغرافية، ليس هنالك استعمار. الحديث عن تحرير حضرموت، تحرير عدن، وكأن هنالك استعمارا، هناك انقلابا في شمال، يعني قام به الحوثي صالح وقاموا بمحاولة، وكان هذا مدينة عدن لم تكن الهدف منها بمعنى الاستيلاء عليها، كان الهدف منها تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية وقصف المواطنين بهدف نقول لأبناء مناطق جنوبية أخواننا ومن دمنا ولحمنا، نقول لهم أنه كان الهدف إيجاد هذا المزاج الشعبي الآن الرافض لكل أبناء الشمال وخاصة مدينة تعز والناس الذين يعني تشكل الوجداننا معا منذ اللحظات الأولى للدولتين الحديثتين من خلال الرواية والقصة والعيش المشترك. كان الهدف خلق هذا المزاج الشعبي لتهدئة المنطقة، هناك كره لكل ما هو شمالي، هذا اللي قام به الحوثي لأنه لا يستطيع يحكم منطقة كلها شيء سنية، وبنفس الوقت يهدد المنطقة أن سيكون هناك فك ارتباط ويريد أن تكون سلطة ضعيفة غير قادرة على سيطرة على الشمال والجنوب. لذلك أقول لرئيس الجمهورية، أقول مدينة تعز هي المفتاح لقلب الأوراق للأطراف الإقليمية وللطرف الداخلي. مدينة تعز ستغير حدود 90، ستمد الجبهات برافد وطني، المشروع الوطني أقولها الذي يحمل المشروع الوطني في اليمن مدينة تعز. مدينة تعز لا تتحدث عن فك ارتباط، لا تتحدث عن مشروع ولاية الفقيه، ولا تتحدث عن مجلس انتقالي جنوبي فك ارتباط دون مصالح الشعب اليمني. أولئك الذين يتحدثون الآن ويقولون أنهم سوف يكون ارتباط، لا توجد مادة في الاتفاقية الوحدة تقول من حق أي طرف فك الارتباط متى ما أرد ذلك، لا توجد نصا ينص على ذلك. ولكن هناك مرجعيات للحوار الوطني، هناك مرجعية دستورية، وهناك ما يسمى الوفاق الوطني والتوافق، بمعنى أن طالما غير موجودة هذه المادة علينا أن نختار الوقت لنناقش ما الذي يحقق مصالحنا. فك ارتباط 6 أقاليم إقليمين، ليس بهذه الطريقة التي أمامنا شواهد، هناك خطورة، لأننا بلد متعدد الهويات الأولية، بلد هناك أطماع دولية، وهناك مشروع لأن تكون إسرائيل طرفاً في الشرق الأوسط، وإيران هي المهدد، وهذا يقتضي أن تتشدد المنطقة. لذلك أقول لأبناء المناطق الجنوبية نحافظ على وطننا ونحاول أن نجد قواسم مشتركة بما نحافظ على الأجيال القادمة بدل أن نخسر اليمن كاملة. إذن أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميلين محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.